السلام عليكم أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيل 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 أخوك شيل ياسر مايك تفرج. العربية، مايك السيارة وحش، شيل افصل البلوتوث. لا لا والله أتكلم من السماعة. صوت لحظة قليل بس، أعطيني دقيقة واحدة. أوكي، اركن على كيف جنب عشان الصوت الآن؟ ما تعملش حادثة وتحملنا ذنبك. تفضل. كيف الصوت الآن؟ تمام؟ يعني نص ونص، يلا توكل على الله. إيه تمام. أخوك ياسر ما أدري تواصلت كان معك مرة من قبل من فرنسا، فحبيت بس هو الموضوع مفتوح، ما فيش موضوع مفتوح. يعني. أيوة أنا أتكلم لكم من فرنسا، يعني أقول أقول للمنبطحين الذي يتكلموا على بلاد الحريات وحريات وما أدراك هذا الكلام الفاضي. اليوم ما أدري لو أنت عندك علم في مشروع يسموه غفار مدغرقات، يعني مشروع التقاعد، حاولوا انه يرفعوا سن التقاعد من 62 سنة إلى 64 سنة. هذا كان أول كان فهذه هذا الفترة كانت، كان أول خبر في الحلقة على فكرة، يعني موجود اتكلمت عنه. أيوة أنا دحين المشكلة الحين يعني دخلت فالموضوع فيه مظاهرات ومشاكل، والشعب كله تقريبا ضد الموضوع هذا، والمعارضة ضد الموضوع هذا، والناس يعني يخرجوا إضرابات، والمعلمين وكل النواحي. فاليوم في قانون اسمه، يعني هي مادة في القانون اسمها 49 نفتخوة، يعني 49 نقطة 3. هذا القانون يسمح للحكومة إنه تمرر المشاريع أو المشاريع القوانين أو أي شيء إذا أرادت أن تغير في القوانين، فهذا يعني يسمح لها إنه تمر بدون ما تمر من ال من يعني البرلمان. بدون ما تطلب الرأي البرلمان. ف يعني أنا أقول فين المنبطحين الذي يقول لك ديمقراطية وما ديمقراطية؟ تدري يا أخي الكريم إنه هذه المادة الحكومة الحالية استعملنه تقريبا 10 مرات، يعني مش أول مرة هذه استعملوا القانون هذا، هذه تقريبا 10 مرات. في مرة في مشاريع كان قدمنه، خاصة في مثلا الميزانية العامة، كان الناس يعني حتى في البرلمان كانوا رافضين الموضوع لأنه فيها يعني إشكاليات، فمرروه بالقوة، يعني مشروع يخص الصحة بالقوة، التعليم بالقوة، أي حاجة بالقوة. فأنا أسأل فين هذول المنبطحين اللي يقول لك لا وشورى وتشاور وديمقراطية وحكم الشعب؟ لازم تفهموا عادوا كمان إخواني إنه حتى في الانتخابات هذه اللي فاتت الرئاسية في فرنسا تقريبا 60% من الشعب ما صوت، يعني الناس المفروض يصوتوا 60% أحجموا عن التصويت، 30 فقط الذي صوتوا. من ضمن ال 30% هذه في الدورة الثانية الناس اللي قاموا صوتوا ما صوتوا حبا في ماكرون هذا الماشي سب، بس صوتوا لأنه ما كانوا يحبوا إنه اليمين هذا يقول المتطرف يعني ما مارين لوبان تصعد للحكم، نعم، نكاية فيها أيوة لو في مرشح محترم نكاية كان فاز على ماكرون. نعم، أي حتى إخواني شوفوا في واحد اسمه جون ليك ميلانش، يعني برضه يعني أموره ماشية زي ما تقول، بس لكن حتى هذا الشخص هو يساري، يعني الأجندات حقه فيها يعني كوكتيل مثل جاستن ترودو وهذول الناس، يقول لك يعني مسلمين ونحن ندافع عن حقوقهم، برضو المسلمين ما عندهم مشكلة، الزواج للجميع ما فيش عندهم مشكلة، أمور يعني كل الحاجات الخراب ما فيها مشكلة عندهم. فسؤالي للمنبطحين هذولنا ما أدري شو، والله أنا كل يوم ينفضحوا أكثر وأكثر ويبان حقيقتهم أكثر أكثر. أما في موضوع آخر شيء دحين قبل يعني قبل قليل كان دخلت أستمع لك الأخ، كنت أنا في العمل، كنت الآن خرجت، مشروع مسألة الزواج من غير ال يعني من من إما الأوروبيات نصرانيات أو أيوة إما أوروبيات إما. أنا في هنا معي يعني حكم من أنا في مدينة هذه اللي ساكن فيها في فرنسا، واختلاطي في تقريبا جميع الجاليات الساكنة سواء كانوا عرب أو أكراد أو بربر أو أتراك أو غيرهم حتى من كل الجنسيات. فأنا بقول لكم حادثتين يعني صارت بهذه المسألة. في شخص من دولة مسلمة أفريقية، تمام، من تشاد اعتقد لو مش غلطان، يعني كان متزوج من نصرانيه، ففتره من الفترات حصلت مشاكل في يعني بينهم، تمام. بعد ما حصلت المشاكل دي بينهم اخذت الولد، هو كان ولد أوه. وحيد كان معاه، وربنه عنده وعاشت مع شخص تاني، وحصل له مشاكل وتطلب منه نفقه، وفوق هذا كله الصغير يعني حتى كره ابوه وكره اخواته، حتى لانه ابوه كان متزوج من حرمه من مره تانيه بعد ما يعني تفارق من امه، عاش مع واحد تاني وتعلمه أكل الخنزير وتعلمه يعني إنه عادي يعيش كأنه نصراني، والراجل ما يقدر يعمل أي حاجة بالموضوع. هذه قصة يعني أنا متعايش معها يعني بوضوح، يعني شفتها وتعايشتها. نسأل في الله قصة العافية. تانية أخ برضو من البلد، يعني أصوله يمنية كده، بس هو
كان متزوج، اتزوج من واحدة من فرنسية اسلمت على يده، تمام. وكانت الامور ماشية، وكان يعني جاء يعني رزق الله بطفل، تمام. حصل فترة من الفترات انه مشاكل صارت بينهم وما تفهموش، يعني سواء كان من جهته او جهته ما يقدر نحكم، لانه ما بين الزوج والزوجة ما ثالثهم الله. فالمهم تفارقوا، المرأة هذه الفرنسية اللي اسلمت خرجت من الإسلام، ايوه رمت الحجاب، أخذت الصغير، عملت للأب مشاكل، هو إنسان يعني محترم ومتدين وهكذا، فعملت له مشاكل لدرجة إنه راحت اشتكت عليه في الدولة، تقول إنه هو يعلم ابني التطرف ويعلمه الدين ويعلمه الجهاد، وأبوه وأمه يعني حتى يعني جدة الطفل وجدته قالت إنه أبوه وأمه كمان يعلمونه الصلاة ويعلمونه التشدد ويعلمونه ويعلمونه، عمل له مشاكل. يعني حسن الحظ الولد هذا يعني ابن عمي، تمام، ساكن ومعه أصدقاء من كل الجنسيات برضه تانيين، وشهدوا معاه يعني حتى في فرنسيين شهدوا معاه في المحكمة إنه إنسان ملتزم صدق، بس ما عنده مشاكل تطرف، ما عنده مشاكل يعني مثلا يعني اسمه انتماء لجماعات او حاجه مثل هذه. فتخيل اخي الكريم انه لو كانوا مش النصارى هذول يعني الذي وقفوا معاه وغيرهم من المسلمين برضه وقفوا معاه، كان اليوم الله اعلم كان متهم كان في الارهاب، ولا كان اوه متهم كم بامور، ضاع فيها. كان بينضر فيها. ويعني الحمد لله انه طفله يعني رجع له ويشوفه، يعني له الحق انه يشوفه، ويعني ربي يسخر له القضاة الذي حتى يعني درسوا الموضوع حقه، انه شافوا انسان محترم ما عنده سوابق ما عنده اشكاليات، مش مسجل مثلا خطر عندهم هنا في حاجه يسموها في شي اس، يعني الناس يعني في دوسيه في ملفات عند الدوله الناس يسمون في شي اس، هذول الذين متهمين مثلا بالارهاب او في شبهه تطرف يكونوا مسجلين خطر يعني عندكم. نسأل النجاح. فالامور والله الحمد لله. انا نصيحتي انا دائما انصح الناس الذين حتى يحبوا يتزوجوا، انا اقول يا اخي الكريم اذا حبيت تتزوج ما تتزوج نصرانية اول شيء، لانه اذا مثلا اسلمت على يدك في يوم من الايام ممكن تنكر، ولو نكرت ممكن ترجع للاسف الشيء تعلم ابنك اكل الخنزير وتعلم ابنك الخمر وتعلمهم كل شيء، وانت ما تقدر تسوي اي حاجه، يعني ما فيش بيدك انك تعمل اي شيء. هنا البلد هذه قوانينهم يعني مهما كنت مهما سكنت يعني حتى 50 سنة دخل البلد هذه، يعني حتى لما تقابل مثلا أي فرنسي في الشارع أول سؤال يسألك إيش؟ يقول لك أنت من أي أنت من أي جنسية مثلا، أو أنت يعني من أي بلد، حتى لو كنت عايش حتى يعني للجيل الثالث ولا الرابع أول سؤال يسألك تسأل أنت من إيش من بلد؟ يعني حسسك من البداية إنه هو أصلا مش حتى لو شايل ما يعتبروش الجنسية فرنسي. انسى، انت طول عمرك هتفضل غريب. ايوه، ومع انه للمعلومه اثنين من ضمن 3 اشخاص شخصين في هذا البلد اصولهم مش فرنسيه، تمام. يعني كلمه فرنسي حتى يعني فرنسي اسم كلمه فرنسي مش اصلها فرنسي، مش اصلها البلد هذه، هي الاصل هذه الكلمه تيجي من واحد اسمه كلوفيس، تمام. وكلوفيس هذا كان يسموه اول شخص سموه روا دي فرون، تمام. والفرون هذول كانوا شعوب يعني اصولها من المانيا، يعني حتى اسم كلمه فرنسي مش اصلها فرنسي. فهذا هو الموضوع. ومساله اخيره ان شاء الله بحاول اختم فيها، كلمه مساله اللغه. انا اشوف دائما الناس اتقابل معاهم يقول لك يا اخي اللغه العربيه هذه لغه استعمار، يا اخي انتم فرضتوا على الشعوب الذي عايشه في الدول العربيه والاسلاميه اللغه العربيه، والله ليش تفرضوا مثلا على الاكراد والاتراك وغيرهم وغيرهم اللغه العربيه؟ يا اخي الكريم هذه الحمد لله أول شيء لغة الإسلام، تمام. والله حفظ هذا الدين حفظ القرآن باللغة هذه، لأن اليوم إذا مثلا تقول لي واحد نصراني أنت مثلا مؤمن بإيش؟ يقول لك في النصرانية. طيب إيش الكتاب اللي تؤمن فيه؟ يقول لك الإنجيل. طيب هل الإنجيل اللغة اللي كان يتكلم فيها يسوع عليه يعني عيسى عليه السلام إيش اللغة؟ يقول لك الآرامية. طيب معك نسخة ممكن تعطيني نسخة باللغة الآرامية؟ يقول لك لا. طيب ايش من اللغة؟ الفرنسية واللاتينية واليونانية وغيرها. طيب انا ايش يثبت لي انه هي هذا الكلام الحقيقي؟ فالحمد لله اول شيء اللغة العربية هي من الاسباب التي تم حفظ بها هذا الدين الحنيف. ثاني شيء طيب انت تقول لي انه نحن فرضنا بالقوة وانه هذا اعتداء على حقوق الاقليات، طيب ايش رايك ناخذ مثلا المثل الفرنسي، تمام. اليوم هل في فرنسا في لغه غير الفرنسيه؟ اكيد اللغه الرسميه اللي هي الفرنسيه اليوم في فرنسا
هي مش لغة الشعب الفرنسي بالكامل يعني، بغربه صحيح، وشرقه في وجنوبه أقاليم وشماله. كثيرة تتكلم لغات أخرى وفرضوا عليهم اللغة لا ما فيش. الفرنسية. لا فرضوا عليهم، ايوه هو أيوه هذا صح. اللغة الفرنسية أصلها فين؟ هي مقاطعة اسمها إيل دو فرانس، يعني المقاطعة حق باريس والنواحي حقها. هذه اللغة حق الناس اللي كانوا عايشين في باريس. مثلا الناس اللي عايشين في غرب فرنسا معهم البغوتون يعني لغة البريتاني، وهي لغات لغتين أو ثلاث لغات. الناس اللي عايشين على الحدود حق أسبانيا هي الباسك وغيرها، فاللغة غير الفرنسية وثقافة غير الفرنسية. الناس اللي عايشين على الحدود الإيطالية نفس الشيء، جزيرة كورسيكا معهم لغة تقريبا قريبة للإيطالية. الناس الذين في الألزاس مثلا في الشمال أو في شرق الشمال الشرقي هي لغة أقرب للألمانية. الناس الذين سنة بلجيكا في معهم لغة يسموها الشتي، مثلا أصحاب ليل وروبي معهم لغة ثانية. كل الأقاليم في فرنسا معها لغات، لكن تم يعني فرض عليها في حتى يعني ممكن في حاجة يسموها الفيرغولا. الفيرغولا هذه طريقة استخدمها الحكومة الفرنسية يعني في البدايات عشان تطبق اللغة الفرنسية في الكامل فرنسا. فتخيل أخي الكريم يعني لدرجة إنه كيف كان يخلوا الإنسان يستحي إنه يتكلم لغته الأصلية. سبحان الله. مثلا كانوا يبعثوا المراسيل ويبعثوا المعلمين في المقاطعات في المدارس، وكانوا مثلا المدرس في الصف لما يجي واحد طفل يتكلم بالغلط يعني مثلا يتكلم فرنسي ودخل كلمة مثلا محلية، كان يلبسوه زي الطاقية، شفت زي الكوفية يعني نقول، بس الطاقية على رأسه شكلها شكل حمار معها دانين طوال، وكانوا يلبسوها من بداية السنة حتى إلى نهاية السنة. متى يأخذ منه هذه الطاقية من على رأسه؟ يعني تخيل إنه يتعلم ويحفظ ويقري وكله هو لابس الطاقية هذه، يعني كإهانة ليش اتكلمت اللغة محلية وما تتكلمش اللغة الفرنسية يعني وغير بقى فرض فقط. فرنسا اللغة الفرنسية على المستعمرات والآن فرض أكيد الهيمنة. أكيد نعم، أنت أكيد. بس لا أنا أقول لك تتكلم. على المستوى المحلي، أنا ما أتكلم على الخارجي، على المحلي بس. فالطفل هذا ما ترفع منه هذه القبعة من رأسه الذي شكل حمار، إلى يأتي طفل ثاني ويغلط. فلما الطفل الثاني هذا يغلط يؤخذ من هذا الطفل وينبس للطفل الثاني، سبحان الله. لدرجة أن الطفل الأطفال أصبحوا من الصغر يعني يكرهوا لغتهم المحلية اللي هي الأصلية، ويستحي وخلاص يعني يقول نعم، استعار زي ما تقولوا. فرضوها خلاص ف كده بالطريقة هذه. أيوة قارنوها، طيب قارنوها بالدول الإسلامية العربية. مثلا الناس اللي في المغرب معهم اللغة المحلية حقهم الدارجة، الناس اللي في باكستان برضو مع أنهم كانوا مسلمين وكانوا برضو يعني حكم يتكلموا خلافة اللغة العربية إسلامية. بس معهم اللغة حقهم. أصحاب تركيا معهم اللغة حقهم، أصحاب الخليج معهم اللهجات أصحاب حقهم، إندونيسيا، الناس اللي أصحاب عايشين في ماليزيا. الهند وفي نعم باكستان نعم ماليزيا معهم اللغة حقهم، الناس اللي في الصين تركستان وغيرها كانوا اللغة حقهم. كل واحد محتفظ باللغة المحلية حقه بلبسه التقليدي بعاداته بتقاليده، لكن سبحان الله، الإسلام رمتني واللغة العربية بدائها هي لغة وانسلت، الدين ولغة العلم. رمتني بدائها أيوة لكن وانسلت. أنت أيوة. فوالله الناس هذول المنبطحين والله يعني سبحان الله، أنا عندي هذول الناس أوسخ وأخطر على المسلمين من الغرب. يعني اي الغرب والله، هذا مفهوم حقه العداوة، لكن الناس الذين عايشين بوسطك وبينك ويعني بين جنباتك هم الذين طعنوك في الظهر اي وأنت والله. مش داري. فإن شاء الله تدبروا يا إخواني، تدبروا والله نعم، تدبروا. بأمثالك من الشباب الواعي، صدقني لو أن شباب الأمة عندهم هذا الوعي وهذه الثقافة لما دخلت علينا هذه الأفكار ولا الشبهات ولا جاء أحد ويقول ردوا على هؤلاء. أمثالك أنت اللي الإنسان يعتز بدينه ويفخر بدينه ويدافع عنه بقوة والله أخي الكريم لديهم. أخي الكريم أخي الكريم لو أقول لك أنا يعني في بلدي الأصلي لما كنت أنت منين؟ كان المسجد أنت أمامي. يمني؟ أنت من تعز؟ أنا أصلي يمني، لا حضرمي أصلي يمني تمام، بس يعني مولود في دولة كانت أصلا مستعمرة فرنسية يعني هي جيبوتي. فلما كنت في البلد كان المسجد أمام البيت تمام، والبارات يعني في الشارع على اليمين، وبايعات الهوى الله يستر الله يهديهم ويصلح حالهم برضو على يعني في الحواري مش بعيدة تمام. وتعلمنا في مدارس يعني علمانية. لكن والله الأخ الكريم إنه لما اجينا عاد يعني كنا في البلد الحمد لله معتزين في ديننا، واهلنا الله يرحمهم علمونا اللغه العربيه الفصحى وتعلمناها برضه، مع انه تعليمنا فرنسي صافي وما في اي تعليم ديني، لكن تعلمنا القران وعلمونا برضه امور الدين حقنا. ونحن كمان برضه يعني حاولنا انه نتثقف ونحاول يعني نتعلم ديننا.
لو اقول لك اخي الكريم انه بعد ما اجينا فرنسا، احنا اجينا لاسباب يعني صحيه كده، بعد ما اجينا فرنسا والله انه لما شفنا الهجمه على الاسلام وعلى المسلمين، والله انه حبينا الدين واعتزينا بالدين يعني فينا اعتزاز لهذا الدين، ونحب اخواننا المسلمين اكثر ونهتم في امورهم اكثر. اكيد ما بقول لك انه غالبيه الناس الذي عايشين نفس الشيء، بس الا من رحم ربي. من أراد لكن الدين، والله نعم، من في ما قلبه إيمان أتمسكنا بالدين. يزداد إيماناً من شدة ما يرى أيوة، كل من ما هذا. تشوف والله العظيم مثل ما يعني دائما أنا في الجامعة حتى نتكلم نقول الإسلام دين، إذا يعني حورب يعني اشتد. إذا أيوة إذا هاجمته أخي الكريم اشتد، وإذا تركته امتد. وهذا هو الذي يكره يعني يغيظ الكفار، هذا الذي يغيظ الناس هذن، انه يحاربوا الدين ويشوهوه، وصورة الاسلام يحاربوها بكل الاشكال ويضيقوا على الناس. وبالعكس ايش يصير؟ الناس يتمسكوا في الدين ويرجعوا للدين ويتمسكوا فيهم اكثر، حتى لو كنا قلة لكن الناس تكثر. والنصارى الذي هم اصلا يحاولوا يشوهوا الصورة حق الاسلام والمسلمين حتى ما يقتربوا منهم مثلا او يخافوا منهم، تلاقيهم هم الذي يدخلوا في دين صحيح الله افواجا. صحيح، وفوق هذا الشيء اكثر ناس يدخلوا الدين هم النساء، الذي المفروض انه هو الدين، هذا الدين قمعي، وانه دين ضد يعني ضد المرأة النساء وضد حقوق المرأة. ثلثي الناس الذين أنا في قريتي، ثلثي الناس الذي يدخلوا في دين الله إخوات أخي الكريم، أبشركم أن ثلثي الناس الذي يدخلوا هم من النساء. ما شاء الله، ربنا يبارك فيك أخي، فسبحان الله، يعني إيش ما تقول، الله إيش ما يجزيك تقول الخير عليه. ويثبتك ويبارك فيك. أنت كم سنة عمرك أخي؟ تحياتي لك. أنا عمري اسمه كم 30 سنة تقريبا، 40، 39 سنة. يا سلام، ما شاء الله، لسه شباب. كنت عايز أشغلك شبابنا ملاح، بس أنت كبرت خلاص بقى، ختيرت، ما ينفعش، مش هينفع أشغلها لك، سامحني يعني، كنت عايز أشغلها لك بس سامحني مش هقدر. ايش بتشغل يا اخي؟ خلاص هشغلها لك، ثواني. شبابنا الملاح اللي قلوبها طيبه، اللي فيش احسن منهم نواوير، ان تخيب الخير والله العظيم بتلكيه، شبابنا ملاح، واللي بيكون غير هيك يسلم غير هالمسلم، ملاح ملاح والله انهم ملاح، شبابنا فيش احلى منها، شبابنا فيش اروع منها. تحياتي لك اخي الكريم، والاهل لاهل اليمن، جزاك الله خير، الله يجزيك الخير ويبارك فيك. ويعني جزاك ان شاء الله على الجهود هذه اللي انت تبذلها، وانا والله يعني نحاول قد ما نقدر حتى ننشر الموضوع هذا عشان الناس وتشارك يكون معانا، لهم وعي. انت لازم تشارك يا والله رجل، انا شارك معاهم شارك اكيد دايما، اكيد واهلا بيك، وشاركنا بمعلوماتك، ما شاء الله عليك، واضح انك مثقف وعندك معلومات حفظك طيبة، الله، ربنا يبارك فيك اخي. حفظك الله، ان شاء الله داخل معكم في وقت ان شاء ثاني الله واعطيكم معلومات اكثر ان شاء الله. ان يا رب شاء الله. تسهل عليكم، تحياتي لك اخي بارك الله الكريم، فيك، السلام بارك عليكم. الله فيك. كما يقال، مسك الختام.